عندنا أسئلة خمسة قبل أن نبدأ بالدراسة. لماذا ندرس التوحيد؟ وهذا تقدم معنا. لماذا ندرس هذا الكتاب متن الأصول الثلاثة والأسئلة الثلاثة أو أسئلة القبر؟ لأننا طلاب، الطالب في طلب العلم لا يطلب العلم على ما يحب، لابد يرجع إلى العلماء يسأل أي الكتب أدرس، كيف أدرس، كيف أتعلم، لمن أسمع، ماذا أقرأ. الآن هذا يريد يصبح طبيب أسنان مثلا، ماذا يصنع؟ هل يأخذ بعض الكتب ويأخذ بعض المعدات ويفتح مكان في الشارع ويكتب عليه هذه عيادة طب أسنان؟ لا، لابد يرجع إلى أهل الاختصاص الدكاترة، يقول كيف أطلب علم الطب، متى أكون طبيب، كيف أكون طبيب. هكذا أيضا طلب العلم. السؤال الثالث، ما هي الأصول الثلاثة أو ثلاثة أصول؟ هي أسئلة القبر، تسأل في قبرك عن ماذا؟ من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك عليه الصلاة والسلام؟ طيب السؤال الرابع، ما الفائدة من الدراسة؟ لماذا ندرس؟ ما الفائدة؟ بعض الناس يقول أريد جائزة. نقول الفائدة من هذه الدراسة أننا لو تعلمنا هذه الأسئلة الآن تعلمناها، أقول الفائدة من الدراسة أننا هذه الأسئلة الثلاثة لو تعلمناها الآن وعملنا بها ودعونا إليها وصبرنا على طلب العلم وصبرنا على العمل وصبرنا على الدعوة، بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر هذه أفضل ثمرة وأفضل جائزة. نعم. السؤال الخامس والأخير، هذا الكتاب يحتوي على ماذا؟ هذا الكتاب الأصول الثلاثة يحتوي على أقسام خمسة، المسائل الأربع، أربع مسائل، أربع أشياء، وأشياء ثلاثة، مسائل ثلاثة. ولماذا ندرس التوحيد؟ وشرح أسئلة القبر الثلاثة والخاتمة. أعيد مرة أخرى، أشياء أربع، مسائل أربعة، ومسائل ثلاثة، ولماذا ندرس التوحيد، وشرح أسئلة القبر الثلاثة، وخاتمة الكتاب. إذن عندنا أسئلة خمسة، لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا ندرس هذا الكتاب الأصول الثلاثة؟ ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ أسئلة القبر. ما الفائدة؟ الإجابة عن أسئلة القبر. محتوى الكتاب قلنا يحتوي على أشياء خمسة، مسائل أربعة، مسائل ثلاثة، لماذا ندرس التوحيد، شرح الأصول الثلاثة، أسئلة القبر، وخاتمة الكتاب.
نعم يلا قل لهم يقولوا لا يكتب هذا قل له سنعطيهم كتب إن شاء الله لا يكتب أو اترك الكتاب أنا أريد تنتبه معي تفهم يلا من يعيد علي ماذا أخذنا نعم Non, il y a sa fin de vie, il y a sa fin de vie, il y a sa fin de vie, il y a sa fin de vie.